ازيكم يا جماعه، معاكم عبد الله وزار ديكس نينجا. رجعنا لكم في حلقه تانية وهنلعب لعبه كويك ديت. كويك ديت هي ديتنج سايت سيميليتور. تعمل ديت مع حد مثلا عشان تلاقي الجير فريند بتاعتك، فلازم تعمل لها ديت على السيميليتور زي تندر كده. ندور تيجي على جير فريند. لو معلش يا جماعه، بس عايز اقول حاجه واحده. صحيح دي الاغنيه بتاعتي اللي كنت بحطها في فيديوهاتي زمان، في فيديو اكنيتر اظن، اول فيديو حلقه لهم اكنيتر. فعموما الفيديو ده او انا اتاخرت عامه، انا بعتذر جدا ان انا اصلا اتاخرت، بقى اعمل فيديوهات كتير جدا. صح انا عارف، هو صراحه مش من ظروف كده، هو صراحه عشان ظروف. تاني اول حاجه عشان الظروف كده، مثلا انا في السعوديه مش عارف اعمل فيديو خالص. تاني حاجه عشان كسلان، مع اني جيت هنا مصر واجازه اهو، بس كده برضه كسلان. بس اخيرا يعني ايه، يعني قمت على السرير اخيرا وقلت اعمل فيديو. فاللعبه الحلوه دي منزلها مع سايت بتاع جيم جولت. جيم جولت ده تلاقي تحت في الديسكريبشن تحت، مليان العاب فري لو انت عايز تلعبها. اندي، العاب اندي اللي هي النوع من الالعاب البيكسليتد دي. هلو اند ويلكم تو كويك ديت. ماشي، شايفين انتوا شكله دكتور، دكتور بقلب. المفروض ايه كان يعملوه الليموناتي. مش مهم. We're the fastest growing dating site out there and we promise to find you the perfect match. احنا اسرع موقع ديتنج صاحب يعني وكده، واحنا بنوعدك ان احنا هنلاقي لك الشخص المثالي. انا دكتور لوف، باين عليه قلبي يعني ودكتور في نفس الوقت. مش شايف بتاع الاسطوانه السي دي اللي بيحطها على دماغهم دي؟ والله شبه وجرافات الياقه، بس مفيش جرافات. انا دكتور لوف وانا هساعدك في انك تكون مستعد وتلاقي وانك تقابل سنجلز. يعني انا سنجل دلوقتي، ما عنديش جيرفريند الحمد لله، انا سنجل. وفي الحقيقه انا كنت كده في الحقيقه برضه، انا سنجل في كل حاجه، حتى في الجيمز الملتي بلاير محدش بيلعب معايا خالص. First, tell us what gender are you. انت جنسيتك ايه؟ لا مش جنسيتك يا سعودي، لا السكس مش قصدي والله. كده خلينا، عندنا ميل، عندنا فيميل، عندنا ترانسجندر او اذر. صراحه كده تلات واحد ده مش طبيعي خالص خالص خالص. بمعنى رابع واحد ده يكون مثلا فضائي مثلا. الحمد لله ميل، الحمد لله. Now tell us who you're looking for. قلنا انت بتدور على مين. استحالة دور على مين، انت فهمتني غلط. عايزين نعرف عن شخصيتك. ايه شخصيتك انت؟ هل انت منظم، معفن، ايا كان. فدلوقتي هنقول لك على الدين، يعني الدين الدين. ايوه you believe if any. عندك عندك مسيحي، عندك مسلم، عندك يهودي تفو عليك عشان، وعندك مش عارف ايه، عندك كذا حاجه كده غريبه جدا. اخر واحد اظن بتاع هند، مكتوب هنديسيوم اسلام اكيد. طب تهزر، دي مش محتاجه كلام. اوكي now tell us what best describes your favorite hobby. قول لنا عن موهبتك، عن كده يعني. we know this aren't exist just find the most. يعني دور على عندك جيمز او واحد فيهم، عندك ارت. ماليش في الارت، فيلم ما بعرفش اعمل افلام، بس صح بعرف اعمل، بس مش اكتر من الجيمز. بلعب باليه، ما بلعبش باليه خالص، حتى مش بلعب باليه مائي كمان. عندك ميوزك، بتغني، فوتوغرافي، لا مش عارف ده ايه ده. ولا عدى كمان سبورتس، يعني سبورتس يعني برضو حلو. كوليكتينج، ريبير، اوتو. عامه كل ده ماليش فيه، ماليش بس في الجيمز عامه، انا في السن ده يعني، والسبورتس بس انا بفضل الجيمز اكتر. alright دلوقتي هنشوف لك البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه. تمام دلوقتي it looks like we've got all the information we need. جبنا كل المعلومات اللي احنا عايزينها. دلوقتي الوقت ان انت تختار الناس اللي مشابهك، ماتشز يعني. so here how to play. press a في مسج، وده اللايك وده الديسلايك وده السكيب. اوكي حلو، استنوا انا الشخص الغريب ده مش بهنيش ابدا.
بلاك ويك، اسمه بلاك ويك، واقرا كمان اقرا واقرا ايوه اقرا بالسعودي يعني. اوكي عندك هنا هسبانيك كيرف واحده كده ماشي، هي عامه اكيد فيميل مش عارف بتحب هي دينتها تانيه وتحب الكمين. يلا احنا نعمل لها مسج. هلو maybe try for ما عبرتنيش maybe try photoshop استعمل photoshop يمكن قصدي على شكل وحش يعني. اوكي شكرا على الجبهة يلا سلام. واو هسبانيك سلندر سلندر فكرني بسلندر مان. دي مساحية تمام انا اقدر احب المساحية عادي فا انا من لها مسج الاول عشان ما نحبش كده خلاص كده نقول لها sub yes sub hey yo دي طريقة كلامي oh look another black البيت دي racist عنصرية go f yourself in the a تكت فين تكت ماشي عندنا بيت تانية ايه ماشي يا رب ما تكونش عنصرية ومش عارف بتحب الريبل بتحب تصبح مش عارف ايه يعني في ميل الحمد لله انا بالله مسج ما خش كده على طول هاي يو سر نوب ماشي عادي عادي دي طبيعي جدا بيحصل لكل الناس حتى انا اوه شكلها حلو الشعر الازرق اموت انا في الشعر الازرق والاصفر كمان نعمل لايك على طول لوف لوف Just look at how poor you are. انا مش شايف انا كويس اهو انت مش شايف الكاب انت مش شايف الكاب اهو جانجستر اهو جانجستر كاب اهو حركات وكوبايه بيبسي كمان كوبايه الشيدر غريب جدا انا بستعملها صح وعندي كيت كات كمان بس فاضي فعلا عندها حق انا فقير انا بور دي شكلها من الصين هي فوتوغرافي مش عارف دينتها حاجة تانية وما معرفهاش المهم هنعمل لها لايك عشان شكلها عاجبني لازم نعمل لها لايك سبسكرايب يعني اذا كان عندها شانل اساسا مسلم بي ريلي نيجا بقولك ايه ما تسخرش من المسلمين الا كده يعني عليك ديسلايك ما ينفعش اعمل ديسلايك شيت انا هوريك did you know 90% of users find someone to date within their first 15 matches مش فاهم يعني ايه بس المفروض على حاجة واحدة بلاك كيرفي الحمد لله ان هي بلاك زي دي لازم نعمل لها لايك سبسكرايب 7 مايلز اواي جيت اريد جوب شايفني في السن شايفني في السن عندي كام سنه عشان ابقى عندي جوب هاي هاو ار يو نفس الطريقه بكتبها بالظبط في المسجز عادي بيحبني افضل سنجل لا لا عادي 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 دي هزقتنا من شوية سلايك بي سلايك بيتش لا تاني بس واحدة تانية اصلا سلندر يلا نعمل لها لايك لف وفي يا جدعان في ما حدش بيحبني ليه ده انا شكلي جميل اهو صح صح تشكين في كده شوف هبقى جانجستر اكتر لو لبست شكلي غريب شكل غريب أوكي شكل غريب دي بلاك زي نعمل لها مسج مش مخش كده على طول باللوف هلو you're into games what are you a baby oh شعر أصلا وايت يابا ما تكونش عنصرية تبقى كله تمام نعمل لها لوف على طول يابا ما تكونش عنصرية بس عليا ها 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 نو انت جرحتي مشاعرك انا جرحتي مشاعرك وشكلها حلو دي كمان يعني لا مسج هلو ذير انا ذا مسلم جاي نو واي انتوا ليه ما بتحبوش المسلمين انتوا كمان ده ايه العفانه دي وايت سلندر شكلك بتنجان اساسا شكلك ما ينفعش حد يحبك نعمل لها لاف
Hello. I bet you live with your mom. Not dating a Muslim guy. Love. Gaming, what a loser. مش فاهم بقى. أنا غلطان أنا اخترت gaming أساسا. أنا غلطان. Sorry, but it looks like we're out of matches for your area. Try again later. بس كده يا جماعة, دي كانت لعبة Quick Date. لو عايزينها هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن لان هي فري, بس صدقوني مش هتلاقوا اي حد, هتفضلوا سنجل طول عمركم. الجيمرز يفضلوا سنجل, هاشتاج جيمر سنجل جيمر او هاشتاج جيمر will be single forever. عملوا هاشتاج جيمر will be forever alone. حلوة دي صح؟ حلوة, هاشتاج جيمر will be forever alone. المهم يا رب يكون ده فيديو عجبكم, عايز اللايك وسبسكرايب. اشوفكم في الحلقه الجايه, والسلام.